في حلقتين فاتوا بدأنا مع بعض السلسلة نتكلم فيها عن الشاشات. حلقتنا الأولى كانت بتتكلم عن الريزولوشن، عن المواصفات اللي بنلاقيها في الشاشات وقد ايه المواصفات دي بتخدم الجيمر، واتكلمنا عن كل ميزة بالتفصيل وايه دورها في السين اللي بيظهر قدامك. في الحلقة التانية اتكلمنا عن الشاشات نفسها وأنواعها وآلية عملها والفرق بينهم، وان كل شاشة بالبانل بتاعتها ليها مميزات وليها عيوبها سواء للجيمينج او للكولر كوركشن، بما ان الفئتين دولت من وجهة نظري هم اكثر الفئات المتأثرة بالمحتوى المعروض. الشاشة في الحلقتين هي حجر الزاوية في أداء جهازك، وعلى أساس استخدامك بتحدد الشاشة المناسبة ليك. فما ينفعش جيمر يشتري شاشة الكولر كوركشن، وما ينفعش الكولر كوركشن يشتري شاشة الجيمر. خلاص ده احنا عرفنا الفرق بين الشاشات. ايه بقى الـ HDR؟ اول حاجة لازم نعرفها حاجة اسمها الديناميك رينج، او بالعربي المدى الديناميكي. في الكاميرات هو قدرة سنسور الكاميرا انه يلقط كل تفاصيل الصورة، وقادر انه يحتفظ بالضوء اللي موجود في المشهد بدون ما يأثر على تفاصيل الشادو في الصورة. فاهم؟ ابسطها لك. الديناميك رينج هو قدرة سنسور الكاميرا على انه يحافظ على الاماكن المضيئة في الصورة من انها تبقى لاسعة، وفي نفس الوقت يحافظ على اماكن الظلال ما تبقاش معتمة. لسه ما فهمتش. تخيل ان الديناميك رينج عبارة عن مسطرة فيها اعلى قيمة للون الابيض، والناحية التانية فيها اعلى قيمة للون الاسود. اخر جزء او اعلى نقطة في اللون الابيض اسمها بيور وايت، واعلى نقطة في اللون الاسود اسمها بيور بلاك. ما بين النقطتين دولت هو ده الديناميك رينج، او التدرج ما بين اللون ده واللون ده. الديناميك رينج في الكاميرا بيتقاس بحاجة اسمها ستوبس. ستوبس هي وحدة قياس لكمية الضوء اللي داخلة للسنسور من العدسة. وبما ان الكاميرات مهمتها انها تحاكي عين الانسان، فعين الانسان فيها 20 ستوب، في حين ان الكاميرات بتتكلم في رقم اقل. وكل ما الكاميرا كان فيها ستوبس اكتر او اقرب لعين الانسان، تقدر الستوبس دي انها تفرق بين الاماكن المظلمة والاماكن المنورة، بالتالي ما تظهرش الصورة على ان تفاصيلها في الضلمة مظلمة والاضاءة فيها اعلى من اللازم او لاسعة. فمثلا لو بصيت على اول صورة هتظهر لك، هتلاقي انك قادر تشوف السماء زرقاء، في حين ان التفاصيل في الاماكن المظلمه الى حد كبير ضايع ومش قادر انك تميزها. في الصوره الثانيه هتلاقي ان السماء لسعت لان التركيز على انك تبين تفاصيل الاماكن المظلمه. في الصوره الثالثه باستخدام الديناميك رينج الصوره كل تفاصيلها باينه سواء في الهايلايت او في الاماكن المظلمه. والصوره الرابعه كل التفاصيل باينه بالهاي ديناميك رينج او ال HDR. الهاي ديناميك رينج غالبا كلنا اصطدمنا بيه في السمارت فونز، والفكره مش بعيده عن اليه عمل الديناميك رينج، لكن بالاعتماد على البروسيسنج باور في السمارت فون الصورة النهائية ممكن تخرج بشكل افضل، لان البروسيسور في السمارت فون بيقدر عن طريق الـ AI او الذكاء الاصطناعي انه يميز بين الاماكن المضيئة والاماكن المظلمة بدون ما يحصل اي تشوهات. والامر في السمارت فونز بيتم بطريقة مختلفة، وخليني اشرح لك ازاي. لما بتيجي تلقط صورة بنمط الـ HDR، اللي بيتم هو ان الكاميرا بتلقط الصورة 3 مرات في وضعيات اضاءة مختلفة او باكسبوجر مختلف. الاولى اندر اكسبوجر، والتانية بتكون باكسبوجر متوسط، والتالتة بتكون باوفر اكسبوجر. يبدا البروسيسور في السمارت فون انه يجمع الثلاث صور مع بعض عشان في النهايه يخرج لك الصوره النهائيه المشبعه بالتفاصيل من حيث الالوان، الاماكن المضيئه والاماكن المظلمه. طبعا عمليه زي دي في بعض الاجهزه بتاخد وقت يقدر بثانيتين لثلاثه واحيانا اكتر على حسب البروسيسور اللي موجود فيه، وفي بعض الاجهزه بتعملها جاست ان تايم، ودي غالبا الاجهزه الفلاجشيب. بعض الناس بتاخد الصوره من غير HDR وتبدا تروح لابس معينه وتعدل عليها، والسبب بيرجع ان سنسور الكاميرا اوريدي مخزن الاتريبيوتس او الداتا الخاصه بكل صوره انت اخدتها. طبعا انت اكيد خدت بالك اني عمال اقول صوره مش فيديو، وده لان عزيزي المشاهد الديناميك رينج او الهاي ديناميك رينج بيواجه صعوبه كبيره جدا في انه يلقط الحركه وفي نفس الوقت يلقط التغيرات اللي بتحصل في الصوره، بالتالي بتكون الصوره الى حد كبير مش مناسبه للاستخدام. لكن كالعاده مفيش حاجه عامه. على حسب ما قريت ان الكاميرات التوب نوتش زي الريد على سبيل المثال، وما ادراك ما الريد من حيث النتيجه اللي هتطلع والسعر والاكسسوارات، بيكون فيها 16 ستوب، وده اقرب رقم ستوب لعين الانسان، بالتالي سهل جدا على السنسور بتاعها انه يلقط المحتوى المتحرك بدون اي مشكله. وده ينقلنا لنقطه مهمه جدا، وهو ال HDR في الشاشات. اللي انا عاوزك تفهمه من الجزئيه اللي فاتت دي كلها قبل ما اخش في اتقل جزء من الحلقه، ان ال HDR عامه مهمته انه يقدم لك صوره مشبعه بالتفاصيل من حيث الاماكن المضيئه والاماكن المظلمه، وفي نفس الوقت ما يضرش بتفاصيل الصوره من حيث الالوان، لان ما دام ال HDR او الدايناميك رينج هيتعامل مع الاضاءه يبقى هيتعامل مع السين اللي قدامك بكل تفاصيله. وهتلاقيني تاني بقول صوره، لان ده اساس ال HDR التقليدي، او نقدر نقول ان ده هو سبب تواجد ال HDR من البدايه. لكن خلينا نبص على الموضوع في عالم البي سي. دلوقتي بقى عندنا شاشات كتير جدا بدعم لل HDR، فهل ال HDR اللي موجود في السمارت فونز واللي موجود في الكاميرات هو نفس ال HDR اللي موجود في شاشات البي سي؟
في الواقع الـ HDR في شاشات الكمبيوتر مختلف عن الكاميرات، أو بمعنى أصح بيشتغل بطريقة مختلفة تماما، لكن الهدف أو الغرض في النهاية واحد. الـ HDR في الألعاب أو في الكمبيوتر مسموش بس الـ HDR، في إضافة للإسم هي مفتاح كل حاجة. الـ HDR في الكمبيوتر اسمه HDRR بمعنى High Dynamic Range Rendering، ومعروف برضو بـ High Dynamic Range Lighting. زي ما احنا عارفين إن في الـ PC في مكونات معينة مهمتها إنها تقوم بوظيفة معينة، الفكر هنا بتدور حوالين كارت الشاشة المسؤول الأول والأخير عن الصورة اللي بتشوفها قدامك، هو الوحيد المسؤول عن ترجمة المشهد اللي قدامك بكل تفاصيله والاعتماد على الداتا اللي جياله من فايلز اللعبة. وده ينقلنا لنقطة مهمة جدا، هو عشان الـ HDR يشتغل لازم توفر عوامل معينة. واحد، الكارت يكون بيدعم التقنية دي أو الميزة دي في العرض، أي قادر على إنه يبروسس العملية دي ويعرضها لك على الشاشة، وده موجود من فترة في كروت الشاشة. اتنين، يكون السوفت وير، وفي الحالة دي الويندوز وتعريفات كارت الشاشة تكون داعمة لنفس التقنية قلبا وقالبا، وده برضو موجود بداية من الكرييتور ابديت. تلاتة، تكون الالعاب فيها امبلمنتيشن كويس عشان نقدر نقول ان فعلا في فرق بين تواجد الـ HDR وعدم تواجد الـ HDR في المشهد اللي قدام. والحمد لله في العاب ومن فترة كبيرة بس الموضوع ما كانش موجود بشكل صريح قوي، يعني كان اول تواجد الـ HDR في الالعاب كان في لعبة اسمها Riven the Sequel to Mist في سنة 1997، بعدها كان موجود في عدد من الالعاب زي Witcher 3 تحت مسمى Plume، لكن من فترة ابتدى يكون في تواجد ملموس وصريح للـ HDR في الألعاب زي Far Cry 5 و New Dawn Battlefield 1 و 5 Assassin's Creed Odyssey و Origins و Destiny 2 و Mass Effect Andromeda. رابع حاجة وهي الشاشة، على عكس الري تريسنج اللي كل الشغل بيقوم بيه هو كارت الشاشة واللي بيتعرض على الشاشة ملوش علاقة، أو بمعنى أدق الشاشة هنا مجرد وسيلة عرض. الشاشة هنا لازم تكون بدعم للـ HDR، لازم تكون الشاشة فاهمة القيم اللي هتروح لها هتتعرض إزاي. بدأ ظهور الـ HDR في شاشات الـ PC بشكل ملحوظ في 2017، خصوصا الشاشات الموجهة لفئة الجيمرز، لأن الشركات شايفة إن الألعاب وكارت الشاشة هي الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تعرض التقنية أو تعرض ميزة زي دي بشكل ممتاز، أو زي ما التقنية بتقول. لأن بداية ظهور الـ HDR في الشاشات ما كانتش حاجة بتتحط في الاعتبار قوي، لكن بعد ما فيزا عملت تصنيف لقيم الـ HDR وخلت كل قيمة ليها مسمى معين وليها مواصفات معينة، فبقى إلى حد كبير في نوع من المعرفة إزاي الـ HDR بيشتغل وبيتصرف في المشاهد المعينة، وعلى أي أساس أقدر أقول إن الشاشة دي ASUS ROG Strix XG32VQR من ASUS فيها HDR، وهل هحس بفرق عن الشاشات اللي ما فيهاش الـ HDR؟ قبل ما نتكلم عن النقطة دي خلينا ناخد مواصفات الشاشة في لفة قصيرة. الشاشة الجديدة من ASUS منتمية لفئة ROG Strix، وهي الفئة الموجهة بصورة مباشرة للجيمرز. الشاشة من اسم الموديل هي شاشة بحجم 32 بوصة ودقة عرض 1440 بي او WQHD، بمعنى ان لو معاك كارت زي الجي تي اكس 1070 او 1070 تي اي او 1080 او RTX 2060 او RTX 2070 وبتدور على شاشة يكون الريزولوشن بتاعها اعلى من 1080 بي وحاجة يكون حجمها 32 بوصة، ممكن تحط الشاشة دي في الاعتبار. هتقدر تشغل الشاشة دي عن طريق واحد من الاثنين، الـ HDMI 2.0 أو الـ DisplayPort. الشاشة ما هياش الوحيدة اللي بالحجم ده أو بالريزولوشن ده، في نسخة لحد كبير بنفس المواصفات، يمكن الفرق الوحيد فيها إن شاشتنا بدعم للفريسينك 2 والـ HDR 400. للأسف مفيش منها شاشة بحجم 27 بوصة، وليه بقول للأسف؟ لأن شايف إن الـ 32 حجماً كبير في حالة إنك قاعد على مكتب وقريب من الشاشة مسافة تبعد بـ 50 لـ 60 سنتي، لأن الايديال في الشاشات اللي بالحجم ده هو مسافة بعد توصل لمتر عشان عينك تكون جايبة الشاشة كلها والحركة تكون بس من عينك مش براسك كلها. ضيف على كده ان مع الريزولوشن ده كثافة البكسلات هتكون قليلة مقارنة بال 27 زي ما وضحت قبل كده في حلقة فاتت، فإلى حد ما لو قارنت الشاشة دي بالشاشة 27 هتلاقي ان الشاشة 27 الصورة فيها افضل سنة. شاشة ASUS موجهة للجيمرز، فهي جاية ببانل VA، البانل الوسط ما بين TN والIPS من نوع كيرفد سكرين بدرجة انحناء وصل ل 1800 ار، وزي ما شرحت افضلية الكيرفد مونيتور عن الفلات منها. الكيرفد هتسبب لك اجهاد للعين اقل لانها هتحاكي استراكشر شبكية عين الانسان، عينك هتكون جايبة المشهد كله شكلا، هي افضل من الشاشات الفلات. الشاشات الكيرفد زي تصميم شاشات العرض في شاشات اي ماكس، فهتكون محسساك انك جوه المشهد. ضيف على كده انها بتيجي بريسبونس تايم 4 ملي سكند، وهو بطيء نوعا ما لان سبب تواجد الفي اي زي ما احنا فاكرين انها تكون اسرع من الاي بي اس، وفي نفس الوقت تقدم الوان وزوايا رؤية
الرؤية أفضل من التي إن، وده بالظبط اللي كان موجود، لكن الريسبونس تايم ده غريب حبتين، ويمكن ده ليه علاقة بالإتش دي آر. فقبل ما نجاوب على النقطة دي اللي إلى حد ما ليها علاقة بجوهر حلقتنا، الشاشة دي جاية بريفريش ريت 144 هرتز وبدعم تقنية التزامن فري سينك تو إتش دي آر من AMD. فسريعا لو ما تعرفش إيه التقنية دي، فدي التقنية اللي فاهمة آلية عمل كارت الشاشة، فبتقدر إنها تعمل تزامن بينها وما بين الكارت بالأخص في معدل الإطارات، بالتالي مع سريان الداتا من كارت الشاشة للشاشة تتردد الداتا بدون أي مشكلة، وزي ما هي خارجة من الكارت فما تسببش حاجة زي الستاترنج أو التيرنج أو الإنبوت لاج، لأن التقنية بتشتغل بداية من تردد 48 ل 144 هرتز. نرجع بقى لأهم ميزة في الإصدار الجديد من الفري سينك، إن التقنية دي بدعم للـ HDR، فواضح كده إن الريسبونس تايم والفري سينك ليهم علاقة بموضوع الـ HDR. يمكن الـ HDR بعد الفري سينك هو أهم ميزة بتقدمها شاشة ايسوس الجديدة مقارنة بالموديل الأقل منها بنفس الحجم وإلا إلى حد كبير بنفس المواصفات، لكن الشاشة ما فيهاش HDR عادي، الشاشة فيها فيزا سيرتيفايد ديسبلاي HDR 400. الفكرة إن مش أي شاشة مكتوب عليها HDR معناها إنها بتدعم الـ HDR، لأن على حسب كلام فيزا لازم يكون في كرايتيريا أو مواصفات معينة تقول إن كانت الشاشة دي بتدعم الـ HDR ولا لأ. فمثلا الشاشة اللي معانا فيها HDR 400، يبقى عشان تتوفر الميزة دي بكامل قوتها لازم الشاشة يكون فيها كرايتيريا أو معايير معينة، زي مثلا إن الشاشة اللي معانا بما إنها HDR 400 فلازم يكون عندها القدرة إنها تعرض نسب معينة من البرايتنس والكونتراست ريشيو في سين معين، وتوفر مميزات زي دي يديها الحق إنها تكون سيرتيفايد على إنها شاشة HDR ولا لأ. وزي ما أنت شايف من الجدول اللي قدامك إن الـ HDR فيه منه أنواع، وكل نوع يختلف عن النوع اللي أقل منه في درجة عرض المحتوى من حيث الألوان والإضاءة والأماكن المظلمة. طبعا HDR أعلى يعني سعرا أعلى، زي العظيمة اللي اتكلمت عنها في حلقة فاتت الـ BG27 UQ أم 2500 دولار، أم الشاشات كلها، صاحبة مقولة بكام يا كليا وأنا بيعك. ما خدتش بالك من حاجة في نص الجدول في آخر الجدول؟ على حسب كلام فيزا إن عشان نحقق تواجد الـ HDR زي ما بيقول الكتاب لازم الشاشة توفر شوية حاجات تانية، أهمهم إنها تكون برنج ألوان وايد جامد بنسبة توصل لـ 94%، والشاشة هنا على حسب كلام إيسوس محققة 95% في معدل الـ DCI-P3. زي ما تقول كده إن عشان نحقق الرقم ده في رنج الألوان وعشان ناخد رفاهية الـ HDR لازم الشاشة تكون بطيئة، عشان كده في الريسبونس تايم الـ 4 ملي سكند، لأن على حسب كلام فيزا إن الـ HDR 400 هي سبب زمن تأخير يقدر ب 8 فريم لما البكسل تلقم من البكسل السوداء أو المطفية للبكسل المضية أو البيضة أو العكس، الرقم ده يقدر بالملي سكند حوالي 59 ملي سكند. عاوز تحسب الكلام ده، قدامك المعادلة دي، هتقسم الهرتز اللي هو 144 على 1000 وتضربه في 8 اللي هو عدد الفريمز اللي ذكرتهم فيزا، ضيف 4 اللي هو الريسبونس تايم بتاع الشاشة، وبعدها اقسم على 1000 بيديك بالظبط 59 ملي سكند زمن تأخير. فعشان نلاقي شاشة فيها True HDR 400 زي ما فيزا بتقول، فالشاشة لازم تكون بدرجة الوضوح والتباين اللي متحددة ورنج ألوان أكبر وزمن تأخير عالي، بالتالي ده يدينا شكل مشاهد أفضل وتجربة ممكن نقول إنها مش سيئة بالدرجة لتريبل إيه جيمر، لكن لو إي سبورت جيمر أنت أكيد مش هتروح للشاشة دي. ويمكن السبب ده هو تواجد تقنية التزامن الفري سينك 2، لأن التأخير ده هيسبب مشاكل كتير في إن الشاشة مش هتكون على دراية بأي محتوى يتعرض قبل التاني وأنهي محتوى اللي المفروض يتعرض بعد التاني وبأي عدد فريمات المفترض ان الشاشة تعرض، وهنا هيقابلنا كابوس اي جيمر بيدور على اي شاشة جيمينج. فمثلا لو دورت على اي شاشة سيرتفايد HDR لازم هتلاقي فيها يا الفري سينك او الجي سينك، لان كم الداتا اللي هيتعالج من كارت الشاشة للشاشة هيكون كبير جدا، فمحتاج بريدج يكون فاهم آلية عمل كارت الشاشة وفي نفس الوقت آلية عمل الشاشة نفسها بدون اي مشاكل زي الستاترنج والانبوت لاج والتيرنج، وهو ده الكابوس بتاع اي جيمر. بالمناسبة لو انت مش ميال لاي ام دي ككروت شاشة، وده غالبا حال معظم الجيمرز حاليا بسبب تراجع الشركة المنافس ليها، وعندك كارت من انفيديا من جيل تيورينج او باسكال، فانت ما عندكش اي مشكلة انك تشغل الشاشة مع تقنية الجي سينك بدون اي مشكلة. فانت في كل الاحوال لما تشتري شاشة زي دي باي كارت انت ما عندكش اي مشكلة. طيب انا دلوقتي عندي المواصفات دي واشتريت الشاشة، خلاص انا كده كده مش اي سبورت جيمر، فهل لو فعلت الـ HDR في الالعاب هواجه اي داون جريد في الاداء؟ والله انا مش عارف، بس خلينا نجرب. The cat sat on the mat.
انا هجرب لعبتين من احدث الالعاب اللي موجوده حاليا وهم فار كراي نيو دون وباتل فيلد 5. اللعبتين هجربهم على كارت اي ام دي الجديد راديون 7 على اعلى اعدادات ليها وعلى النيتيف ريزولوشن للشاشه اللي هو 1440 بي عشان اشتغل على الفري سينك 2 اتش دي ار. والنتيجه ان ما كانش في فرق في الاداء بين اللعبتين قبل الاتش دي ار وبعد الاتش دي ار. يمكن دي حاجه كويسه انك تاخد الوان وتفاصيل في الاضاءه والضلمه من غير ما تضحي باي ذره من اداء جهازك. ده كان بالنسبه للاداء. بالنسبه للصوره اللي الشاشه بتتباع عشانها في الواقع ان الموضوع نسبي. ليه نسبي؟ لانه بيعتمد على تطوير اللعبه. بمعنى ان لعبه زي ديستني 2 ولعبه زي ماس افكت اندروميدا الاثنين دولت احسن لعبتين كمثال للالعاب اللي تم تطبيق الاتش دي ار فيها بكل حذافيره. وليه اللعبتين دول بالذات؟ لان مطور اللعبه في الحالتين كان حاطط في عين الاعتبار الاتش دي ار في كل ظروف اللعبه، على عكس لعبه مثلا زي باتل فيلد 5 وهي لعبه من الالعاب الجديده وانفيديا الى حد كبير كانت ايديها على ايد المطور عشان الدي ال اس اس والري تريسنج. فبان الاتش دي ار هنا على انه مجرد فلتر يفصل ما بين الاماكن المضيئه والاماكن المظلمه. يبقى الشاشه شكلا ممتازه، هتاخد تصميم ايسوس المميز من حيث الشكل العام ومن حيث القاعده المعدن اللي في قلبها ال اي دي بينور بشعار ار او جي. وعلى عكس الشاشه ام 2500 دولار الشاشه دي بيجي معاها 3 عدسات، 2 عليهم لوجو ار او جي بشكل مختلف عن بعض والثالثه فاضيه تماما تقدر تطبع عليها اللي انت عايزه. الشاشه بتدعم الار جي بي من اورا سينك، ده في حاله انك عندك منصه كامله من ايسوس بتدعم الاورا سينك فهتاخد شكل متناسق. بس للاسف مكان الار جي بي شايف انه ملوش لازمه، لان عشان تبين الار جي بي محتاج تكون قريب جدا من الحيطه وبرده مش هيبان لان الاستاند اللي شايل الشاشه هيفضل عامل مسافه بين الشاشه وبين الحيطه. فالوحيد اللي هيشوف الار جي بي ويقول لك واو وهينبهر بيه هو الشخص اللي قاعد ورا الشاشه مش صاحب الشاشه. كان ممكن الار جي بي ده يكون متواجد بشكل كرييتيف اكتر شويه، يكون مربوط مثلا من قدام بحاجه في اللعبه زي الهيلس مثلا او الامو في السلاح. يبقى الشاشه من حيث الشكل المميزات والتفاصيل فهي الشاشه ممتازه جدا. فكره الاتش دي ار فكره واعده وفعلا بتنتج صور حلوه، لان ببساطه هيكون في تدرج في عرض الاماكن المضيئه والاماكن المظلمه بالاخص لو لعبه فيها امبلمنتيشن كويس جدا زي ماس افكت اندروميدا وديستني 2 على سبيل المثال. لو انت عارف يعني ليه الاثنين دول بالاخص. لو بتفكر تقتني الشاشه عشان الالوان فاعتقد ان اختيار صعب شويه، لان كده كده الشاشه ببانل في اي والبانل دي لازال ليها محدوديه كبيره في موضوع الالوان. كنت متخيل ان الرقم بتاع الدي سي اي بي 3 اللي ايسوس كانت متكلمه عنه اللي هو 95% هيديني رينج ادوبي ار جي بي كبير اللي هي قيم الالوان المستخدمه في عدد كبير جدا من الابلكيشنز. للاسف طلعت لي نسبه 84%، ولما قارنتها بنتيجه شاشه ام اس اي بنفس الحجم والى حد كبير بنفس المواصفات من حيث البانل ومن حيث الريفرش ريت ومن حيث الكيرفد سكرين اللي اتكلمت عنها في حلقه فاتت في زياده بس 1%. لكن لو انت كاجوال جيمر فالشاشه هتكون مناسبه من حيث المحتوى اللي هيتعرض ومن حيث سلاسه اللعب بفضل تقنيه الفري سينك 2 والريفرش ريت العالي. لكن لو اي سبورت جيمر اعتقد ان الشاشه في منها اوبشنز افضل بكتير منها، لان 4 ملي سكند ده مش مناسب ابدا للالعاب زي اوفر واتش، ببجي، فورتنايت، ايبكس ليجندز، كاونتر سترايك وما الى ذلك من العاب. لكن العاب من نوعيه تريبل اي انت ما عندكش اي مشكله. يا ريت لو ايسوس كانت عملت شاشه بنفس المواصفات بس حجمها 27 بوصه، لان الحجم ده للاسف مش مناسب لاي شخص. لو انت بتقعد على مسافه متر من الشاشه ما عندكش مشكله، اقل من كده هتحس انك جوه الشاشه وتايه بسبب حجمها الكبير. الشاشه تقدر تتحكم في اعداداتها عن طريق الزراير اللي جايه فيها، في نفس الوقت عن طريق سوفت وير اسمه ديسبلاي ويدجت. كان نفسي اقول لك انه شغال عشان اقول لك تجربتي ليه، بس للاسف واضح كده ان السوفت وير لازال قيد التطوير. شاشه حلقتنا لازال سعرها ما تحددش، بس على حسب ما دورت الشاشه بتحكي في سعر لا يقل عن 700 دولار اي ما يوازي 12000 جنيه مصري، وده مش السعر الفعلي، ده مجرد تكهن، لان اختها الى الاقل بتيجي بنفس ريزولوشن فري سينك 1 من غير طبعا الاتش دي ار سعرها بيوصل ل 683 دولار. انا سمعت ان الدولار نزل. عقبال الهاردوير يا رب. فلو حطينا الشاشه الجديده قصاد الشاشه القديمه في مقارنه انا هرجح كفه الشاشه الاقل اللي بدون اتش دي ار وفري سينك 2 على الشاشه الجديده، لان شايف ان الميزه اللي في الشاشه اللي المفترض انها السيلينج بوينت تواجدها ضعيف. في فرق بس مش اللي انت متخيله، لان في الاول وفي الاخر الاعتماد على مطور اللعبه انه يعمل اوبتمايز من البدايه ويكون حاطط في عين الاعتبار التقنيه في كل مشهد في اللعبه زي ما حصل في ديستني 2. فانت مثلا مش هتشتري الشاشه دي عشان تلعب بس لعبتين فيهم اوبتمايزيشن كويس،
والباقي هو مجرد فلتر بيفرق لك ما بين الاماكن المضيئه والاماكن المظلمه. ولو فرق السعر بسيط يبقى اعتبر ان الشاشه الجديده ابجريد من الشاشه القديمه. وطبعا كالعاده زي ما حصل مع جيل تيورينج في تقنيه الري تريسنج والديب ليرنينج سوبر سامبلينج، الموضوع عشان يتعمم هياخد وقت، ولحد ما الوقت ده يجي اعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالحلقه اللي جايه. وكالعاده لو حلقتك عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتسيب رايك تحت في التعليقات، وممكن تتفرج على الحلقه اللي فاتت. واشوفكم في الحلقه. Take it to the floor, make it drop it to the floor.